يا صباح الخير على الوقت او مساء الخير على حسب تشوف الفيديو الجامد ده. طبعا دلوقتي احنا موجودين فين؟ احنا موجودين في المدرسه يا شباب. خلاص المدارس فتحت وخلاص رحنا المدرسه. المدرسه فتحت في روبلوكس اوكي، لكن ما فتحتش في الحقيقه، لسه فاضل لها اسبوع. فاحنا دلوقتي على الوقت موجودين في المدرسه. صعب ولا هو؟ طب اوه بص المدرسه الشريره يا لاوي، مدرسه بص عامله ازاي يا لاوي يا لاوي يا لاوي، بص على جسمها واد يا فرخه. انت هو مش مدرسه بص دراسات اجتماعيه مش شاء الله مش هي شريره، دي مش مدرسه دراسات اجتماعيه، ده دي المديره. بص على يا لاوي اديتني بنيه بص كسرت راسي، شفت على الوية ضربتنا. المفروض ان احنا هنهرب من المدرسه الشريره دي. اه يا علوية طبعا هي دي قدامنا عماله تمسك العيال تعملهم كفته وانا ههرب. يا لاوي بص كسرت العيال مجيش حرب، احسن راسه متكسرت يا شباب. انت هو ما شاء الله مش هتكسر راسك برضه يا حبيبي، هتكسر راسي. طيب دلوقتي يا علوية المفروض ان احنا في مدرسه زي ما انتم شايفين اسكول اهي. ليتس جو، انا احاول اهرب اهرب اهرب. يا لاوي الارض بتهز كده ليه؟ ادخل استخبى. لا ادخل يا لاوي على الشريره، ضربتني وانا جوه الفصل والله. اوكي انا هحاول اطلع من هنا كده يا شباب، هي تقريبا مشيت. ايوان تعالى اهو نزع بوله، تعالى نزع بوله. انا استخبى بص في الغرفه دي. اوكي في حاجه اصلا بتنور، اوه في مفتاح، تعالى نزع بوله خده. ابو علي هنا مفتاح الغزله يلا بينا. تعالى تعالى نزع بوله كده، بعد ما خدنا المفتاح ده نطلع من هنا كده. اوه بص على الويه في واحد اهو داخل، مش عارف الواد حركه الفرخه فين. يا لاوي المدرسه جايه ورايا تاني، زميلي في حالي يا دوب. ادخل من هنا كده بحالي، الحمد لله دخلنا. انت وده فرخه، انت هو مش منين بص جبت مفتاح. اوه في باب تحت. ابو علي الباب على السلم، تعالى بسرعه. انا مش عارف حركات الفرخه في ايه يا لاوي، حركات تعالى بص في مفتاح في الاوضه دي. انا ههرب يا شباب، الباب اهو ليتس جو، هو ده الباب بتاع المفتاح. بوم خلينا نفتح. اوكي احنا نزلنا الدور الاول من المدرسه. واد زعبوله ابو علي هنا بص مكان سري، الواد حركات فوق، الواد حركات فوق بيذاكر دراسات فوق بتضرب علقه. انا مش عارف ايه الباب. ايه يا لاوي الواد حركات اهو والله، ده بيجري وراه واحد شرير. انت هو مش بيجي واحد مش ساعه ولا ايه؟ اقرع ايه ده يا شباب بصوا. لاوي 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 ده قرد ده ولا ايه؟ لا 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 يا كابتن، انا مذاكر يا مستر، انا مذاكر، ده ماسك العصايه. اوه ثانيه ينفع نستخبى هنا تاني؟ بوم انا طلعت لفوق، بس المدرسه هتنزل لي. بص المدرسه فوق، يعني مدرسه شريره فوق في المدرسه ومدرسه شريره تحت يا علوية. طب هنروح فين طيب؟ ندخل كده في اي غرفه. يا لاوي انا استخبى هنا يا شباب. اوكي ازيك يا فرخه؟ انت مش في مش عيب ولا ايه؟ في قلم. اوكي ثانيه نيجي هنا ناخد القلم ده. اوه انا جمعت بص واحد من 13، المفروض نجمع كل الاقلام دي. طيب تعالوا هنطلع كده يا شباب تاني عشان ندخل بقيه الغرف اللي بينور ده تحت. اوكي في هنا بصوا ترس، هناخد الترس ده وهنحط هنا ولا ايه؟ في التروس دي. اوكي يبي حطيته، ناقص لنا واحد تقريبا. اوه يا لاوي ثانيه يا شباب تعالوا انا سامع الصوت. ناقص لنا الالوان الثانيه. يا لاوي يا لاوي انا سامع صوت ثاني. ابو علي انا مش عارف هو فين المدرس دلوقتي. تقريبا كده شباب هيضربنا، مش عارف والله. عايزين نمشي كده، في قلم هو ده حركات. تعالى بص خده. انت هو مش هاخده ولا مش بشاه انت بس بتشوف بس بوابه. اوكي انا عايز اخد القلم، سيبوني اخد يا شويه نبات. ايوه خدت القلم ليتس جو، يلا بسرعه كده يا عيال. يا لاوي هو مين اللي بيعمل الحركه دي؟ انت هو مش حركه مش حبيبي مش معاك عجله حظ ولا ايه؟ عجله الحظ؟ اه صح كان في عجله حظ فوق، انا اروح اعملها يا شباب، اعمل عجله. اوه البابا اتقفلت يا عيال، الحقوا الباب اتقفل، ما ينفعش نعمله ولا ايه؟ بصوا دلوقتي مكتوب ايه؟ الباب اتقفل يو كان جيت اوت. اوكي اه ثانيه احنا هنعمل الرسومات، معقوله نعمل النجمه؟ طيب نعمل الدايره. اوكي نعمل النجمه ليتس جو، حليت اللغز. يلا بينا فرخه، انت مش جاوبك ولا ايه؟ اوكي العيال بصوا لسه محبوسه، يا بنعمل الغاز المربع مع المربع والدايره مع الدايره. انت مش ولا مش الشابع صعب ايه بس يا نوب؟ وانا زعبول انت فين؟ ابو علي انا جمعت حاجات كتيره. اوكي طبعا دلوقتي على الراجل مع العيال لسه محبوسه جوه، يا عيال اطلعوا. انا عايز امشي كده يا شباب، يا نهار زبادي انا سامع صوت. بص 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 المدرس، لا 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 خلينا نلف الناحيه الثانيه احسن. ندخل في اي بوابه يا شباب بحيث ان احنا ثانيه، ايه البوابه البامبه دي؟ ما ينفعش ندخل فيها. اوكي نور الفلاش. طيب ما ينفعش برضه، طب امال ازاي ندخل البوابه؟ ابو علي لازم بص تجيب حاجه ثانيه تفتح لك الباب. حاجه انا مش عارف ايه الحاجه دي، في الوان كتير اصلا. بصوا على الوان البوابات مش عارف بتتفتح ازاي، بس هنشوف. الواد زعبول اهو، تعالى الواد زعبول امشي معايا ده، انا امشي الناحيه دي كده يا شباب ممكن اكتشف اي حاجه في الغرف دي. بص على الوان هنا، ايه لقينا ترس اخضر على الكنبه ليتس جو. بص يا شباب في غرفه ثانيه، اوه الغرفه اوه ماي جاد ليك برضه. بصوا قلم ليتس جو، كده معايا اربع اقلام يا شباب. دخلت غرفه ثانيه وفيها برضه قلم، احنا لازم نجمع الاقلام دي كلها يا شباب بسرعه. انا خايف بص من الراجل يجي لي اعمل له كفته، وعايز اروح احط الترس ده في مكانه. انا جيت عند الترس، وبص هنحطه كده
ونشوف بقى دلوقتي على الواقع. اوه ده ازيك يا فرخه، انت اول شاكيت قوي يا حبيبي، برافو عليك يا واد النوم. دلوقتي هناخد بص على الواقع القلم ده كده، معانا 6 اقلام. انا هطلع فوق بقى يا شباب كده عشان ممكن نلاقي حاجات فوق في الدور الثاني نستخدمها. اوه يا لوي يا لوي، المدرسه طبعا متكونه من دورين، دور ارضي تحت اللي هو فيه المدرس النوب ده اللي قرع، والدور الثاني فيه المدرسه. يا لوي يا شباب، اوه في دور ثالث وات بس باللون الاحمر. اوكي انا هدخل الغرف دي، بوم لقيت المفتاح، سبحان الله. واد يا فرخه انا جبت المفتاح الاحمر، زعبول اطلع بسرعه. ابو علي فين المفتاح الاحمر ده؟ انا بص لقيته فين يا شباب، اهو في الغرفه دي. ادخل يا فرخه انت بسرعه، مفتاح لونه احمر اهو يا نوب، هاته كده وتعالى ورايا حركات. ابو علي فين المفتاح ده؟ تعالى واد يا زعبول في الغرفه دي، يلا بسرعه نطلع الدور التالت كده ما نكتشفه بالمره، عشان احنا كده شفنا الدورين، دلوقتي ناقص لنا الدور التالت. دخلنا الدور التالت، ندخل الغرفه دي، اوه لقينا مفتاح تاني لونه بينك وكمان قلم. ابو علي احنا تقريبا كده بص خدنا حاجات كتيره. ثانيه ده مش قلم، انا خدت الكتاب. ليتس جو، جمعت كتاب يا شباب. طب تعالوا كده هنشوف دلوقتي هنعمل ايه بالحاجات دي. بص في غرف كتير، اوه بص في ايه كمان، في كتاب. يبقى الدور الثالث هو اللي فيه الكتب، والدور الثاني هو اللي فيه الاقلام. 5+2=7. ليتس جو، البابا يفتح، يلا بينا تعالوا. بعد ما عملنا دلوقتي اللغز، اوه بصوا المفتاح البنك، خلينا نفتحه بسرعه. تعالى واد يا فرخه. ابو علي انتوا فين في المكان بالظبط؟ احنا فوق يا ابني في الدور الثالث. انا بص لقيت ايه على الواد، لقيت لغز، ده نص صوره، نص الصوره ده المفروض نحطه بص في مكان. انت اوعى مش هحطه مش عندي في الاوضه. حطه عندك في الاوضه فين؟ انت فاكره هتاخده في بيتك؟ احنا هنحطه دلوقتي في مكان. تعالى ندور كده على المكان حركات، ممكن ندخل الغرفه دي كده ونشوف الغرفه دي. اوه ايه المكتبه دي اللي بتلون كده يا شباب؟ اه بصوا بيقول لنا ايه، انسرت بوك، المفروض ان احنا نحط كتاب هنا. وادي فرخه لازم نلاقي كتب، اوه في كتاب اهو جبته وهنحطه هنا تقريبا. ممكن المكتبه تفتح. ابو علي انت فاضي اوضه مش لاقيك في الدور الثالث. احنا بص في الاوضه اللي عندها المفتاح البنبا، اوه بصوا هنا في ايه، لازم نجيب كروبهار. بص حركات، انت هو مش بيه مش كوباية ده هو مش عارف، لسه هندور ولازم نجيب كتاب نحطه هنا. المكتبة دي اكيد وراها لغز يا شباب. فا اوه زعبولة جه، تعالى يا واد زعبولة بسرعة. استنى يا معلم بجيب الكتاب دلوقتي. بص هنمشي كده الناحية دي، ممكن نلاقي حاجات تانية نستخدمها احنا في الدور. اوه يا لهوي بص المدرس هنا، المدرس ده رفيع وشريف. انا ادخل، اوه الباب ده مقفول، حركات مقفول يا نوب. اه انت هو مش ليه مش ما تقوليش يا حبيبي يا فرخه يا دوب، انا قايل لك مقفول. وهنا في كروبار كمان، الباب مكتوب عليه اصلا كلوز اللي هو مقفول، وهنا كروبار. ايه ده على الكروبار كتير. اوه بصوا جيت فين، في هنا بصوا كتاب، وفي هنا كتاب بيلون. اه الكتاب اللي بيلون ده ممكن يكون في الغرفه، اروح احطه في الغرفه تاني كده. هي كانت فين؟ اه هي الغرفه ورا ورا، هي دي. لا مش دي، ولا دي مقفوله، دي اللي حركات مات عندها. انا اروح الغرفه التانيه، يلا ندخل كده بسرعه وهنحطه هنا تقريبا. يب اوه بصوا فتحت ايه، لقيت كتاب اكبر، كتاب لونه ذهبي، جولد بوك. وات انا اعمل بيه الكتاب ده؟ وادي حركات فتحت المكتبه. انت اول مش فتحتها ازاي؟ تعالى بص حركات اوريك يا بقى. لا يا زعبول انت جايبه وراك. يا رب علي سمعك ايه؟ مش عارف المدرس ده ليه بيتعصب كده؟ انا مش عارف والله. اوكي بصوا الفصل ده مكتوب عليه فيزيكس اللي هو اصلا فيزياء، هتلاقي مدرس الفيزياء ده هو بيبقى متعصب كده على طول. انا قدرت افتح البتاع العلويه واجيب الكتاب الذهبي. ابو علي جبت ازاي الذهبي ده؟ ثانية بس يا زعبول، ناخد الكتاب ده كمان. انا مجمع كده 5 كتب و6 اقلام. اوكي خلينا نعمل هنا اللغز، بعد كده النجمة، عايزين نعمل دلوقتي علوية الدايرة. يا ابني وسع، بيقول لي نعمل ايه؟ يا ابني اللغز قدامك يا ابني. خلينا ندوس هنا كده على النجمة بس، اهو بص فتحت اللغز قدامك من هنا. بص هعمل له كده طبعا عشان ايه يعمل اللغز. بص على علوية انا كتبت له طبعا عشان هو ايه مش فاهم اي حاجة، قلت له من هنا اختار نفس الشيء يعني نفس الرسومات. انا اطلع دلوقتي بقى. ازيك يا فرخه؟ انت جايب المدرس وراك؟ لا المدرس جاي ورا يا شباب. انا اطلع كده، سلام سلام يا مدرس. ايوه انا انزل من السلم، يلا مدرس سلام. يلا ابو علي مدرس هنا لاوي. انت طالع كده وخلاص، في حد يدخل المدرسه كده من غير ما يخبط زعبول؟ لا ابو علي والله بص قدام تعالى. طيب انا ادخل كده تاني، اوه هدخل الغرفه دي. احنا كنا لسه هنا على في الفصل بتاع الكيمياء، بصوا ده فصل الكيمياء طبعا الكيمستري. هننزل بقى تحت كده تاني عشان في عجله حظ هنا العيال بتقول لي عليها، انا لسه ما عملتهاش. المدرسه بص عماله تمسك العيال تعملها كفته، يا نهار زبادي سيبيني اوعي تيجي جنبي. اروح كده لعجله الحظ على الواد، بص عندي واحده هنجربها ممكن يطلع لنا حاجه نستفيد بيها، سرعه او بنش او اي حاجه. يلا خلينا نجرب، يا رب يطلع لي حاجه حلوه بليز. عاوز اوه طلعت لي السلاح، يا نهار زبادي ايه السلاح ده؟ ثانيه كده اجربه على الواد ده. بوم ايه ده؟ انا ضربت ده، ضربت في اللي ورايا. السلاح بص بيجمد، انت هو مش جبته يا حبيبي؟ اوه حركات الفرخه جابه. ثانيه بصوا عايزين نجمد المدرسه، امسكها يا نوبه عايز اجمدها، اول ما تيجي تضربني يا شباب اروح مجمدها على طول. بس التجميد اصلا بصوا ليه وقت، شايفين؟ هندخل تاني برضه هنا كده عشان لسه عايزين نكتشف الدور التالت ده، الدور التالت ده فيه حاجات كتيره.
اوكي شايفين في كتب في كل حته، فاحنا هنجمع الكتب دي كلها عشان اكيد اكيد ليها لازمه في الهروب بتاعنا من المدرسه. اوه بص الباب ده على الواقي مقفول والباب ده مفتوح. اوه المدرس ورايا، الحقوا ابص لقيت مين مش عارف. بص على اه بص بيقول ايه، جيب جولدن بوك، ادوله الكتاب الذهب. اوكي اللي هو الذهبي ده، ثانيه امسك، اديته للطالب. ليتس جو، ادالي حاجه على الواقي، ادالي ايه؟ لا دي الرسمه كانت معايا، انا مش عارف هو عمل ايه. ثواني، ممكن يكون فتح لي بوابه وعمل لي اي حاجه مش عارف. قال لي والله خدت منه ايه، هو ممكن يكون اداني كتاب انا ما خدتش بالي بصراحه، بس اكيد لو اداني كتاب اكيد انتوا هتعرفوا من المونتاج. خلينا نطلع كده. اوه يا علوي بص جيت فين. اوه يا لوي زعبوله كان هنا جوه، وانا زعبوله انت اديته كتاب. علي اديته كتاب الجولدن. انت هو بتشوف فين؟ استنوا الرسمه هنا حركات، هنحطها هنا يا شباب. حطيت الرسمه كام؟ لا 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 يا مدرس يا مدرس يا مدرس، المدرس جاي ورايا. الباب مقفول الباب مقفول. لف كده بعلي، العب بيك الكوره والله. بص ادوخك، هستخبى هنا تحت. سلام يا مدرس. اوكي هو طبعا كبير على ما ينفعش يدخل لي. وادي حركه الفرخه الرسمه هنا، بص يا شباب رسمتها على الحيطه. انت هو مش فاهم ولا مش فاكر مش فاكر ايه احول ما كانت قدامك. البتاع ده يودينا فين يا شباب؟ اطلع كده بعلي. يبي بصوا جابني في ايه؟ جابني في غرفه من اللي هي مقفوله، يعني ما ينفعش. بص عليا تقريبا نطلع من هنا، مقفول الباب ومن هنا برضو تقريبا مقفول. دي غرفة سرية شايفين، لازم ندخلها بالطريقة السرية دي. وايه هنا كمان؟ دبليو دي كنترول اس. ايه ده في حاجات سرية. بصوا طبعا هنا المعلومات. طيب هنطلع تاني بسرعة. الغرفة دي كان اسمها غرفة المعلومات. طبعا بتتفتح ازاي على الواقي؟ اول ما بنحط الصورة بيفتح لنا مكان في الارض، هي دي. تعالى وادي زعبولة انت فتحتها. طب علي لسه حط الصورة هنا كده زعبولة، هتفتح لك مكان في الارض. روح هات الكتاب اللي جوه تعالى. ليتس جو. انت وادي فرخه، انت هو مش سيب في حاجه مش ولا مش كنت مش هتدب مش هاشي احسن. والله انت راسك حلوه جدا للضرب، اي حد لو شافها يبقى عايز يضربها. انت هو مش ولا مش كساك هاشي. دي الغرفه اللي احنا كنا لسه فيها جايبين منها الكتاب من الفتحه. هننزل بقى كده تاني ونشوف الدور التاني بقى. لو احنا كده تقريبا خلصنا الدور التالت كله بالاسرار اللي فيه، فاحنا هنروح الدور التاني نشوف ايه اللي موجود جوه. دي غرفه الرياضيات دخلناها برده اللي هي الماس. هننزل يا لوي يا لوي، خلينا ننزل تحت كده. انا سايب لك المكان وباشا مدرس، سايب لك المكان. انزل تحت كده عند المدرسه. المكان بتاع المدرسه هو الوحيد اللي احنا ما اكتشفناهوش لحد دلوقتي، يعني دخلنا غرفه واحده ومشينا على طول، فاحنا هنحاول نكتشفه. في هنا غرفه، تعالى وادي حركه الدور الثاني. اوه بصوا يا شباب هنا البنسل، بنحط القلم هنا بتاعنا الرصاص عشان هنجمع الاقلام على المكان كله، وتقريبا هيفتحوا لنا الخزنه دي. خزنه فيها حاجه بتنور يا شباب، انا متحمس جدا اشوف ايه اللي موجود في الخزنه. بس تقريبا عشان تفتح لازم نجمع ال 13 قلم، انا مش معايا غير 6. انت هو ابو تشاد مش الجماعه كلهم يا حبيبي. حركات الفرخه، بصوا هو موجود معاه في نفس الغرفه. ناخد القلم ده. طيب ما ينفعش برضه على الواقي، احنا خلاص الاقلام بتاعتنا خلصت. بصوا لازم نحط هنا كده الاقلام على الديسك ده. طيب هنحاول نطلع من هنا، اكيد مقفول. اوه مفتوح. اوكي احنا عايزين طبعا على الواقي نجمع الاقلام، مش عارف نجيب منين الاقلام الثانيه. هو ده حركات. انت هو ابو تشاد مش الدواء ولا ايه؟ يلا بسرعه كده نيجي هنا. اوه الحقوا يا شباب، دي نفس الغرفة اللي احنا كنا فيها. وات ندخل من هنا كده تاني. يا لوي المدرسة اهي، انا اروح امشي كده الناحية دي يا شباب كده عشان تقريبا في اماكن ما اكتشفناهاش. ايه النور اللي هناك ده؟ تعالى وادي فرقة ورايا. انا كده ناقصني بس قلمين. قلمين الباب بص مقفول. هنا نيجي طيب نشوف. اوه في غرفة ايه حركة فرقة، ادخل على بسرعة. ايه ده؟ غرفة النظافة دي ما فيهاش أي حاجة. لازم خلينا نطلع تاني. يا عيال استنوا. اوه بص في باب باللون الأخضر. ندخل. اوه المفتاح اهو كمان. ولا ده؟ لا ده مش المفتاح، دي رسمه. نحطها هنا بوم. حط كده بعلي، اعمل كده بليز. انا عايز احطها يا شباب، استنوا عايز اجي عند اللون الاخضر. حطيت اللون الاخضر شايفين، ناقص لنا دلوقتي لون ازرق ولون احمر. اوه يا جدع الجمدان. وبص دي غرفه الرسم دي يا شباب، اللي هي بص غرفه التلوين. طيب هنطلع كده ايه لوي. اه يا نوبه وشي والله علوي ضربتني علقه. انا بصوا جيت تاني في نفس المكان على الواقي اللي انا مت فيه عشان اكتشفه. يا لوي جاي ورا حركات، ابعد عني يا نوبه. والله انا مش الناحيه التانيه. بصوا ضربت الواد، انا هدخل الغرفه دي استخبى فيها بس. ايوه غرفه النظافه ومش مشكله على الواقي لما ننضف شويه 10 دقايق بس عشان المدرسه ما تضربناش. هنطلع نبص بصه، هي مشيت. اوكي دخلنا غرفه التلوين دي، ناقصنا بس المفتاح بتاع اللون الاخضر ده وندخل الغرفه السريه بتاعت اللون الاخضر. مش عارف ايه اللي هيكون فيها. ابو علي ما فيهاش اي حاجه، بص مميزه ما فيهاش اي حاجه مميزه. مين اللي قال لك يا زعبوله؟ ابو علي دخلتها بتحط فيها الكتب. كتب قصدك ايه؟ ندخل هنا كده طيب نشوف برضو دي. اوه مفتوحه. اوه ليت ايه علوي؟ ليت الرسمه الزرقاء. ليتس جو. وادي حركات الرسمه الزرقاء هنا. انت هو مش فيه مش انت هو مش فيه مش ولا مش بدور عليها. تعالى يا ابني عند الغرفه اللي هناك دي وانا اقول لك على مكان. انا عايز اروح احط طبعا الرسمه الزرقاء
في المكان بتاع التلوين اللي احنا كنا لسه عنده. اهو يا علوي بص عند اللون الاخضر، هي دي غرفة التلوين. بوم شايفين؟ اوكي ايه ده اللون الاخضر تاني هنا، ما انا لسه حاطه. نحط اللون الازرق. طيب نجيب اللون الاخضر نحطه هنا كده. يب يبقى كده ناقصنا بس اللون الاحمر. يلا شباب نرجع تاني عشان نجيب اللون الاحمر ده. مش عارف اللون الاحمر فين، مش عارف ايه كمية الغرف دي. بصوا مقفوله. انت هو ابو شيخ ابو كابتش مدرسه بس ولا كانت هنا ابو شيخاوع كانت هنا. اوه احنا اوه المفتاح اهو، ليتس جو. وانا زعبولة تعالى ابو علي بص السرعه بتاعتي، قصدي حلوه قوي طلعني بسرعه. تعالى وضع حركات، هناخد المفتاح الاخضر ده والمدرسه جايه لوي. هنروح بقى نفتح بيه البوابه الخضراء اللي هنا. انت وانا زعبولة انت صرخ كده ليه يا لوي؟ ابو علي حظي يا ابو علي، العقل في الحظ. اوكي بسرعه بسرعه افتح كده. بوم دخلنا الغرفه الخضراء. ايه ده يا علوي؟ بص مكتوب ايه؟ امريكا، وهنا افريكا. اوكي وايه تاني؟ الماب ده هنا الخريطه. ثانيه نحط الكتب. بص علوي طبعا لما بندوس ايه كده بنحط الكتاب، شايفين الكتب اللي احنا مجمعينها؟ احنا مجمعين 8 كتب. ليتس جو، زي ما حطينا الاقلام هنحط الكتب لحد ما نشوف الكتب دي نحطها كلها. اوه بص في خزنه هناك برضو. انت مش جبانه مش كل الكتب مش خزنه مش هتفتح يا حبيبي. الخزنه هتفتح في بص ملون باللون الاحمر يا علوي. اوه ثانيه الكروبار اهو، ليتس جو. الكروبار ده يا علوي المكان بتاعه في الدور الثالث اللي هو فيه كذا مكان. تعالى وادي فرقه بسرعه، انا كده عرفت يا علوي خلاص. هنطلع الدور الثالث عشان نستخدم الكروبار بتاعنا في المدرسه. تعالى وادي حركات ورايا. بص يا علوي نطلع فوق بسرعه. تعالى حركات. اوه يا لو مش عايز يفتح، لازم اجمع المفتاح الاحمر تاني مع ان انا كنت جوه ماشي بس انا عشان مت. طيب المفتاح الاحمر كان هنا في الغرفه دي، هجيبه واجي لك حركات. ليتس جو نجيبه ونطلع تاني على الواقع عشان في كذا مكان للكروبار. يعني انا هوريكم دلوقتي اكتر من مكان بنستخدم عند الكروبار ده، هنشوف هينفعنا في ايه. خلينا ندخل الغرفه دي، كان في مكان جوه للكروبار اللي هي غرفه الكتب يا علويه. اوكي اوه ده الكتب اللي انا حطيتها، بصوا رجعت تاني عشان موت. طيب نعمل هنا واحد، وخلينا بقى نروح للمكان التاني ده على الواقع عشان نفتحه بالكروبار. انا معايا الكروبار اهو، افتح يا سمسم ليتس جو. كان في كتاب بقى معايا 9 فتحته. خلينا نمشي الناحيه التانيه علوي عشان في هنا كذا مكان برضو بالكروبار، منهم اللي بص الفتحه دي. انا خايف بس من المدرس يجينا يكسرنا. ابو علي الكروبار بص في الدور التالت. ايوه انا عارف. بصوا بقى معايا 10 يا شباب. اوه بصوا مدخلني فين؟ في مكان سري. اوكي دي غرفه سريه من اللي مقفوله، اللي الواد حركات مات عندها. هي والله يا علوية لما حركات مات هنا بص عند البوابه دي كان عايز يفتح ومش عارف. اوكي هنا انا بص بقى معايا 11 كتاب. انت يا ابو تشيزا مش معاك 11 كتاب يا حبيبي. لازم يا ابني تفتح بالكروبار، قلت لك تعالى معايا يا فرخه. وبص هنا كمان في مكان كروبار، انا كده هجمع الكتب كلها يا شباب. اوه المدرس انا سامع الصوت. هنفتح هنا كمان بالكروبار. بوم بقى معايا 12 ناس لكتاب واحد. يا لو المدرس الشرير بصوا جاي ورا العيال بسرعه بسرعه عليه. انا الكتاب دوت اللي هحطه في المكتبه عشان تفتح تاني لان انا مت يا شباب. فالمكتبه بصوا بتتعمل من اول وجديد. اوكي اهي فتحت. هناخد الكتاب ده اللي هو الجولدن، هنروح نديه للراجل. مش عارف الراجل اللي هو اللي في الاوضه دي اللي هو طبعا محبوس هيدينا ايه. احنا لسه كنا مجربين عنده اصلا علوية الموضوع ده اللي هو في الغرفه دي. لا مش في دي، في الغرفه اللي بعدها. اهو الراجل بص في الغرفه دي، امسك الكتاب بتاعك. طبعا انا اديته له علوية الكتاب اللي هو الجولدن ده شايفين اهو، اديته له بس مت بقى هو خلاص خده اصلا. فبصوا عشان كده مش عايز ياخده تاني عشان هو خده واداني اصلا بالفعل الكتاب. فاحنا نطلع تاني بقى ونشوف. اوه يا لوي سامع صوت. اوه الحقوا بصوا في بوابه بكود. وات البوابه اللي بكود دي؟ ابو علي هتحط الكود فيها بص وهتعدي. الكود الكود مننا يا زعبوله؟ ابو علي من الخزنه. اوكي الواد زعبوله عشان جاله بص على الواد سرعه زي الواد ده، محظوظين والله اللي جات له بالسرعه ومات النوب يعني معاه سرعه ومات. خلينا ندخل الغرفه دي كده بسرعه. اوه المفتاح الابيض. وات المفتاح الابيض ده على استخدامه تحت. انا شفت طبعا في بوابه تحت بالمفتاح الابيض، هنزل لها اوريها لكم. بس الواد زعبول بقى بسرعه ازاي؟ واد زعبول تعالى ابو علي ابو سريع جدا انا فلاش. انا هنط من هنا كده ايوان وننزل تحت على الواد. ليه بقى؟ عشان في باب ابيض هوريه. يا لوي الراجل كان لسه معدي. او الراجل النوب. انا امشي كده يا شباب. المفتاح بص ايوان اهو البوابه يا علوي شايفين. هنمسك بقى المفتاح. افتح بسرعه بليز. الراجل جه ورايا الراجل النوب. بص لقيت ايه؟ لقيت قلم. ليتس جو كده بقى معانا 7 من 13 وناقص لنا كتاب واحد. اوكي ايه الغرفه دي؟ اوه الحقوا دي غرفة المدير ده ولا ايه؟ لقيت قلم كمان كده بقى معانا 8. طبعا ده المكان اللي احنا فتحناه ودي غرفة المدير اللي احنا خدنا منها القلم. هنمشي كده على الواقع. اعتقد ان الدور الاول لسه في حاجات ما اكتشفناهاش. اوكي اوه بصوا في قلم تاني كده بقى معايا 9. ليتس جو يا شباب. اوه الباب اتقفل تقريبا، لازم نعمل اللغز ده. هنعمل كده بوم عشان نرسم الرسمه الصحيحه بتاعه المدرسه الشريره والباب يفتح. ليتس جو قلت لكم الدور الاول فيه حاجات ما اكتشفناهاش.
طبعا موتنا النوب وخد مننا الحاجات اوه بصوا لقيت ايه الغرفه دي، في بصوا قلم والناحيه اوه لقيت شاكوش. يا نهار زبادي هو عايز يعرف ملكوش اكسر بالحيطه حيطه. اوكي علي دلوقتي الشاكوش ده هينفعنا جدا لان في حيطه اصلا انا شفتها في الدور الارضي هنا، هوريها لكم دلوقتي في الدور الارضي ولا كانت في الدور التاني والله ما فاكر، هنشوف دلوقتي كانت في الحته دي تقريبا. هنطلع بس كده. طبعا الوحش لما بيموتنا على الوية بيدينا الحاجات تاني اللي معانا، بس انا موت ما ادانيش الحاجه يعني. بص حظي وحش والله. اي الحيطه شايفين، هحط بس الترس ده اللي هو بصوا لنا كده عشان نفتح الغرفه دي عشان لما نيجي ايه نجري من الوحش يبقى في غرفه عندنا مفتوحه عشان ما نموتش، فهمتوا؟ هنيجي بقى هنا كده عشان نكسر الحيطه دي عشان يا علوية نشوف ايه اللي جواه. ليتس جو. ولقينا ايه يا علوية؟ لقينا كشاف. ثانيه، هو الكشاف ده اللي بيفتح لي الابواب؟ والله لا جرب كده على يشوف هي ولا لا. انا هو فعلا الكشاف ده اللي بيفتحهولك انت؟ هو بص بص جبت بص الكشاف. بصوا لو الزعبول اللي عامل ايه في الوحش معلقه. ليتس جو، خلينا ندوس اف كده شوف. اوه ليتس جو يا علوية، دلوقتي اقدر افتح الابواب. افتح كده بقى علي ثانيه الوحش النوب. لا 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 يا زعبول يا نوب. انا هعمل لك كام علي؟ هو انت معلق. اوكي الحاجات بص علوية جت تاني، قلت لكم بص ساعات بتيجي وساعات لا، الحمد لله ان هي جت تاني. هننزل تحت تاني بسرعه. بص الوحش معلق النوب، انا همشي كده. بسم الله بسم الله، خلينا ندوس اف كده ايوان عشان ندخل. ليتس جو. بص لقيت قلم كمان كده معانا 11 قلم. يلا خلينا نطلع. اوه اللي بره ده نطلع عليه. اه لازم ندوس اف تاني عشان نقدر نطلع ونهرب بقى كده علوية. هنشوف الابواب طبعا اللي كلها باللون البامبا عشان نفتحها ونشوف ايه اللي جواها. دي غرفه تانية علوية لسه ما دخلناهاش، خلينا ندخل كده بسرعه. بوم لقينا قلم تاني كده معانا 13 قلم. ليتس جو. اتحل اللغز يا شباب، وانا حركات فرخه. انت مش انت فين مش يا حبايك؟ مدرسه مش الشباب مش ولا مش كوايه؟ انت فين يعني؟ عند المدرسه؟ انا طالع دلوقتي عند المدرسه بسرعه عشان علوية اروح احط الاقلام. معايا 13 قلم. انت مش معايا مش 13 كتاب يا حبيبي؟ معاك 13 كتاب. هنشوف ادخل هنا كده بعلي. ايوه هنحط بقى الاقلام يا شباب اهو. حط ابو علي الاقلام كلها. ازيك يا زعبوله؟ يلا ابو علي حطهم كلهم بس هتلاقي الخزنه فاتحه. اوكي الواد زعبوله طبعا خلص بسرعه علوية عشان كان طبعا بيجري بسرعه. اوكي بص حطيت الاقلام كلها، الخزنه اتفتحت لي. يا ترى الخزنه هتدينا ايه؟ الكود ابو علي. الكود اوه ادوا لي بص كود، الكود 935 هروح اكتبه كده. انا عارف البوابه، تعالى يا واد الزعبول. اوه يا لوي يا لوي المدرسه. سلام يا نوبه، والله ما خليك تموتيني هتموت العيال. يلا تعالى يا ابو علي المدرسه. بصوا مشيناها بعيد، الكود بصوا كان في الحته اللي هناك دي ورا الحيطه اللي هناك دي كده. الواد زعبوله بصوا راح عندها عشان لو حطينا الكود على علوية خلاص كده يبقى احنا هربنا من المدرسه. هنشوف 935. يلا ثانيه يا عيال يا عيال استنوا، في عيال جاي اصلا بصوا مش معاها الكود بس هي جايه وخلاص عشان ابو علي واقف هنا وهو زعبوله. افتح كده بوم اتفتح، هندخل جوه. بص العيال على علوية هتموت لانه معاهوش الكود. كل المدرسه بتجري ورا زعبوله الحق. علي ايه ده يا لوي؟ دوقت على البتاع بتاعت الفصل. يو ار وين، انا كسبت الحق علوية كسبت والله. بصوا الشماريخ عشان انا قدرت افوز. بس ثانيه، هو انا كده كسبت وهربت من المدرسه ولا هربت من الدور بتاع المدرسه الشريره؟ مش عارف. ابو علي احنا كسبنا يعني، احنا كده كسبنا من المدرسه كلها ولا المدرسه الشريره بس؟ ابو علي كسبنا من المدرسه كلها. بس انا لسه ناقص لي كتاب. ثانيه كده نرجع ممكن نشوف الكتاب الاخير ده. جبت المفتاح الاخضر كمان مره عشان نفتح بيه المكان ده عشان الكروبر يا علوية كان في الحته دي. بصوا بقى احنا دلوقتي معانا 12 كتاب، ناقصنا كتاب واحد. انا عرفت اخيرا فين الكتاب الاخير ده يا علوية، هوريه لكم. في الدور الثالث في غرفه سريه احنا دخلناها، عارفين الغرفه اللي الواد كان محبوس فيها اللي انا قلت له على الكود لازم تعمل الكود ده عشان تفتح البوابه؟ هي دي بالظبط. هنطلع ازاي؟ بصوا الواد متشعلق ازاي علوية. هنطلع على الدور الثالث عشان نروحها بسرعه. يلا ابو علي ناقص لك كتاب واحد صح؟ بالظبط كده كتاب واحد ونفنش. هوريكم كل حاجه علوية اول ما نطلع الدور الثالث. الغرفه ورا هنا كده اهو، خليكم مركزين معايا هنمشي كده على طول. هي الغرفه دي علوية تقريبا، هي دي اللي كنا ايوه هي اللي كنا محبوسين فيها. ندخل كده بعلي بوم. بس هنا في كروبر افتح. ليتس جو. الكتاب رقم 13. دلوقتي هننزل الدور الثاني عشان نحط الكتب كلها. يلا يا ابو علي بسرعه ننزل تاني. خلاص كده خلصنا مدرسه الدور الاول والتاني والتالت. قلت لكم علوية احنا هربنا من الكود اللي هو الباب بتاع الكود ده، بس لازم نهرب بالطريقه التانيه. تعالى يا واد زعبوله يلا حركات الفرخه. انت هو مش جمعت بس 13 كتاب يا حبيبي؟ جمعتهم. ليتس جو. اروح دلوقتي احط علوية في الغرفه اللي هي بصوا الخضراء. بسرعه يا لو الجثث بصوا في كل حته، مدرسه شريره. تعالى الواد هندخل لنا كده بوم. يلا بسرعه هنحط الكتب بقى علوية ونشوف الخزنه دي هتطلع لنا ايه. بصوا اصل الخزنه مقفوله، اول ما نحط ال 13 كتاب الخزنه هتفتح. ركزوا معايا يا شباب اهو الخزنه فتحت. يلا بينا نشوف. اوه ايه ده؟ هو ايه الاحمر ده؟ ابو علي دي اللوحه. اه دي قطعه اللوحه الباقيه اللي كانت الاخيره، فهمت؟ كانت هنا علوية في غرفه التلوين.
فين غرفة التلوين في الحتة دي؟ أيوة غرفة الرسم. ليتس جو. ثانية قوي يا أبو علي، نحطها هنا كده. بوم. إيه ده؟ أول ما حطيتها اتفتح لي مكان في الأرض. بص على الواد مش عارف ينزل عشان لسه ما جمعهاش. خلينا نهرب كده من المكان ده. ليتس جو. يبقى إحنا كده على الواد هربنا من الطريق. إيه ده؟ يوم ما هرب عليك أنت في وشي. أنت أمك شمت ولا يا حبيبي؟ قبلك كمان. طب ما انا كمان هربان من الكون يا نوب. حركات الفرقه. يا لوي انت واد ليه بتزقني تحت؟ انت ابو شماس ولا ايه؟ بص على الواد، في طريقتين للهروب، طريقه عباره عن الكون وطريقه تانيه عباره عن غرفه التلوين. انت ابو شربت بالتلوين يا حبيبي؟ ابو علي انا هربت بالكون. يعني حركات هرب بالتلوين وزعبولة هرب بالكون، لكن الاسطوره ابو علي اللي مفيش منه اتنين هرب بالاتنين، الكون وهربت بالتلوين. انت ابو شربت يا حبيبي؟ انا اللي نوبه فرخه، بقول لك هربان من الاتنين. يلا على الواد لايك وشوفوا القناه، وكمان لو عايزين تهربوا باي طريقه انا وريتكم الطريقتين ازاي تهربوا منهم عشان ابو علي جامد. شفتوا هربتوا بالطريقتين؟ نعمل لنا تليبورت كده بوم رجاله للعيال. لازم على الواد عايزين تلعبوا اللعبه دي هذه روح على بوجر. بقول لكم اكتبوا لي في الكومنتات هربتوا باي طريقه، التلوين ولا الكون؟ نشوفكم بكره في حلقه تانيه جديد. سلام.